اهلا بحضراتكم. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاخبار. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح يوشيماسا هاياشي وزير خارجيه اليابان، وخلال اللقاء اكد سياده الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، كما تطرق اللقاء الى مختلف ابعاد التعاون الجاري في الطاقه والنقل والتكنولوجيا، بالاضافه الى المتحف المصري الكبير اللي بيعد الايقونه الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت امبارح خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقدم المجلس بخالص التهنئة إلى الفلاحين والمزارعين في مصر مع اقتراب الذكرى 71 لعيد الفلاح، وقال إن الدولة بتتطلع لهم دائما بعين أو بتنظر لهم دائما بعين الإعزاز، تقديرا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد ودورهم كمان المتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان. تناول اللقاء عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. أيضاً تطرق اللقاء لمختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة للمتحف المصري الكبير اللي بيعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين. امبارح وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمطار القاهرة الدولي عائداً من العاصمة الكينية نيروبي عقب مشاركته في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ اللي عقدت تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم. وخلال مشاركته ألقى رئيس الوزراء كلمتين بجلسة أجندة المناخ الدولي وجلسة الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ. وعلى هامش المشاركة التقى الدكتور مصطفى مدبولي كل من رئيس جمهورية كينيا والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أيضاً استقبل مدبولي مبعوث الرئيس السريلانكي والوفد المرافق له، وتفقد كذلك المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية. امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتأكيد على أهمية الرسائل اللي تم إطلاقها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن تقدم المجلس بخالص التهنئة لفلاحي ومزارعي مصر مع اقتراب الذكرى 71 لعيد الفلاح اللي بيحل في 9 سبتمبر، مشيراً إلى أن الدولة تتطلع لهم دوماً بعين الإعزاز تقديراً لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد ودورهم المتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي، حصلت الكلية الفنية العسكرية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كثاني كلية هندسة بمصر تحصل على الاعتماد المؤسسي، وقد سبق هذا الإنجاز حصول الكلية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع برامجها الدراسية الهندسية، كأول كلية هندسة بمصر تحصل على الاعتماد البرامجي لجميع برامجها بنسبة 100%، وهي برامج الهندسة الكهربية، الميكانيكية، المدنية، المعمارية، الكيميائية، النووية والبحرية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في عدد من القطاعات المختلفة. في مطروح تم توزيع 5000 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية. كمان في البحيرة تم الإعلان عن منح قروض للشباب بقيمة 3 مليارات أو 3,205,000,000 جنيه لإقامة مشروعاتهم الصغيرة. أما في البحر الأحمر تم إطلاق قوافل طبية وعلاجية مجانية في رأس غارب والقصير. تفاصيل وأخبار نتابعها في التقرير اللي جاي. مو
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والكباري والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والكهرباء، وده بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها. في جنوب سيناء أعلن مجلس مدينة تور سيناء عن غلق حمام موسى اليوم الخميس للصيانة الأسبوعية ونظافة العيون الكبريتية على أن يتم استئناف العمل غداً، وده حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والزائرين لحمام موسى. في مطروح شهدت المحافظة وصول مساعدات للأسر الأولى بالرعاية بعدد 5000 كرتونة مواد غذائية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التموين، وهيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة. في البحيرة أعلنت المحافظة إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بلغت 3 مليار و205 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وتم تمويل 33,313 مشروع استثماري وفروا أكثر من 93,000 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. في الإسكندرية بتسعى المحافظة لزيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، وده لرفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية. في سوهاج بيتم تنفيذ مشروع إنشاء سوق السمك الحضري بحي غرب بتكلفة أكثر من 11 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. السوق بيقام على مساحة 1200 متر وبيشمل إنشاء 30 محل تجاري لبيع الأسماك وتلاجة عمومية ومطعم وغرف إدارية وغرفة أمن وثلاث بوابات. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الصحة إطلاق قوافل طبية وعلاجية مجانية بمدينتي رأس غارب والقصير، بتستهدف تقديم الخدمات الطبية والدواء للمواطنين مجاناً وبتضم مختلف التخصصات الطبية، وهيتم تحويل العمليات لمستشفى الغردقة العام.